قدر 16 كم كم عددهم؟ اثنين ثلاثة ثلاثة لا السفلي اثنين السفلي هذا السفلي يا جماعه سفلي ذا علوي قدر ايش؟ 16 كم؟ ثلاثة تمام خلاص انتقل الان اديشنال بار توب يقول لك الان اديشنال توب بار العلوي العلوي اضافي يلا بيقول لك الكورنه كم باقي معنا لما فوق ثلاثة فوق؟ يا جماعة احنا قلنا ثلاثة في الكورنة كم باقي لما يفوت هذا؟ خلاص يا جماعة هم ثلاثة واحنا قد عملنا ثلاثة هنا خلاص ما في شنا الغي صح أن تعمل صح لو بقى إضافي تجي هنا هنا برضو ما في تمام برضو ما في يلا نجي لاوي تحت السفلي تجي بس هنا لاحظ هذا إضافي سفلي عند العمود وهذا اضافي سفلي عند العمود في الجهه الثانيه، لكن هذا اضافي وين؟ اضافي في الميدل، قول 16 واعمل ايش؟ اثنين. ايوه هذه القيم ادفع لها. اديشنال ايش؟ بوتوم بس واعمل ايش؟ اوكي. لاحظوا؟ بعد ذلك اعمل يا جماعه ايش؟ احدد البيم كذا واعمل فلتر هذه دائما واعمل ايش؟ اظهار اوكي لاحظوا شغل جميل طبعا ها لاحظوا وصل هنا ووقف البيم من نفسه تمام من نفسه لانه ايش؟ لانه بيشتغل ب لو ده لو اريد ايش؟ اغير اللون لو لون الحديد احمر اعمله احمر او اصفر او اي لون هنا تذهب من مانج يا جماعه دي قائمه مانج تغير منها حاجات كثيره من مانج في حاجه اسمها هنا ايش؟ اوبجكت ستايل من هنا تغير لون اي حاجه حتى الاعمده ستراكشر اوف كولوم تغير لونها يتغير لونها في الموديل معايا؟ هذا تغير الفريمين كل شيء تغير من الالوان الوان كالوان من وين؟ من اوبجكت ستايل يا جماعه من اوبجكت ستايل الان داير اغير الريبار اغير من الريبار لا وين؟ للون مثلا البنفسجي ده اوكي اوكي لاحظ وممكن ايش خلاص ممكن انا ازيد سمكها ازيد سمكها نفس من مانج وبجكت ستايل اللاين حقها لاحظوا هنا في بروجكت تقول لي بدل اثنين اعملها ايش تو مثلا يثخنها شويه يثخنها شويه لاحظوا الان تفضل الحديد معك تمام طيب ثاني يا باشمهندسين داير اعمل سكشن داير اطلع تفصيله تفصيله اطبعها الان هذا ما بيطلع في البلانات ده ما بينطبع على البلانات بروح للفاونديشن كذا داير اطلع تفصيله تمام بروح اعمل سكشن لازم اعمل سكشن سكشن واختار سكشن واعمل لي هنا سكشن من الوسط كذا داير اعمل تفصيله لقاعده تفصيله لعمود واعمل كذا لاحظ ايش بيعمل ممكن تعمل التفصيله دي ايش؟ تزودها للكل هاك تفصيله تمام؟ يا جماعه انا اللون ده ما احبه افضل لون ايش؟ اللون الاسود مانج اسود اوكي اوكي لاحظوا ظهر حتى بشكل جميل الان لو داير بس قلنا اعمل تفصيله لعده قواعد او القاعده قاعده معينه قربها كذا لا هنا بس ها حتى توضح له ان في منها بيم تخيل داير ترسم ذا بالاوتوكاد ولا حاجه ايش؟ متعب كذا يلا داير اكتب هنا ايش؟ مثلا القاعده ابعادها بالنسبه للابعاد اجي اونيتيت خلاص في حاجات انا ما بتكرر اونيتيت تمام وعمل هنا هاك ممكن اطول هنا السكشن يكون تمام ممكن تصغر الابعاد هات مينيت سايز ويني سايز فيكست سايز اعمل اثنين اوكي انا كان اطلع تفصيله تمام اغير اللون هذا لاحظ كبير انت اخذناه ايش في الابعاد يا جماعه لاحظوا هنا هنا اثنين ممكن نعمل واحد اوكي هل بالنسبه خصوصا الابعاد اخذناه صح
وكيف تقرب المسافة. الآن دا نكتب هنا فاي 16 كل 150، فاي 16 كل 150 من وين أمشي؟ أمشي في التكست، أكتب فاي. كيف فاي؟ كيف نكتب فاي؟ ها؟ نكتب تي بالكود البريطاني، تي تي 16 ات، لا تي تي البريطاني، تي 16 كم؟ 150. ايش يا باشمهندس؟ من الناحية الثانية كيف أضيف الآن؟ أنا داير بدل أريد بدل تي فاي، أكتب فاي 16، ما داير تي، تي سهلة صح؟ تمام تي ما فيها غلط، ما فيش إشكالية، في الأخير هي رمز لقدر. لو داير أعمل فاي كيف أسوي؟ ها؟ من وين انسيرت؟ من هنا؟ ما فيش حاجة اسمها انسيرت سمبلي ولا في التكست، مش موجود في التكست حاجة اسمها انسيرت. يا جماعة هذه تعمل بس خليها صح؟ طيب هذه بعمل لكم حاجة كذا يعني وورد، افتح وورد، افتح وورد، ها؟ فهمتوا صح؟ طوالي ادراج رمز المزيد من الرموز وادريج فاي. اوكي وعمل لها تكبير هنا شوية وعمل ايش؟ كنترول سي بس هنا في الريفت واقول لها هنا كنترول في. في في الاوتوكاد تعمل كذا كذا يطلع معاه طوال، لكن هذا اسهل، اي سهل يروح يمسخ خانس من مكان ثاني سهله. ها لاحظوا يا اخي انا داير اجيبها هنا كنترول اي كنترول في 150 150 ايش كل اد فاي 16 ايوه فاي 16 كل 150 اد ها بريطاني. لاحظوا يا شباب هنا ممكن ايضا تعمل ها شباب تكست، ممكن تعمل تكست، تجي للتكست اونيتيد ها تعمل تكست هنا وتكتب نفس الشيء ها، وتعمل من التكست تجمع ممكن نمد طوالي اكتب نفس الشيء تي تي 16 اللي هي الاتجاه الاخر مثلا تي 16 كل كم؟ ات 100 مثلا. لاحظوا بعدين اعمل في التكست ايش؟ لاحظوا لاحظوا ها كذا اعمل لي اشاره منه اودي لها وين؟ لا الحديد ده. لاحظ حاجه جميله طبعا ها يودي لها عندي الشغله. ممكن تعمل تفاصيل بالريفت يا جماعه، لكن الشغله دي متعبه متعبه. ليش؟ لانه داير لها اختم يا جماعه، نختم بحاجه مهمه. لو اريد ايش؟ اظهر الحديد لحاله بس، ما داير حتى الخرسانة هذه، اظهر الحديد. لاحظوا في كليك يمين سيلكت اول انستانس او بدون سيلكت اول انستانس تحدد العمود او القاعده، كليك يمين في حاجه اسمها اوفر رايد جرافيكس ان فيو. ايش بيسوي هذا؟ بيعمل القاعده الشفافه شديد ويخلي الحديد والظاهر. تختار اوفر رايد جرافيكس ان فيو وتختار باي كاتيجوري وتقول لي هنا خليهم شفاف اللي 100% واعمل اوكي. لاحظ حصل كنا ما بين الحديد حتى الاعمده، اختار العمود، العمود كليك يمين. هذا طبعا حاجه جديده الان، الموضوع الامر ذا جديد، اوفر رايد جرافيكس باي كاتيجوري، قول له اعمل لي ايش؟ شفاف العمود، اعمل لي شفاف 100%. هذا الذي تلاحظوا بعض الفيديوهات كذا يدخل لك الحديد لحاله، حتى الابيام لاحظ بحيث انه بس يظهر ايش؟ الحديد
برا. لاحظوا الحديد لحاله. طيب داير كمية الحديد يا جماعة، داير كمية الحديد، عمل كذا مثلا الحديد موجود هنا. أقول إيش ريبار، ريبار، نشوف هنا إيش بيعمل. لاحظوا إنه يطلع لك كتوتال إلا تروح من فيو، لكن لو 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 تختار الحديد مثلا حق القواعد بس. مثلا جينا الإليفيشن، لاحظوا وجيت هنا، لاحظوا هنا لسه يا جماعة الفيو يتعلق بالحاجه اللي بتعملها، لو دا هناك اظهار كشفاف الا تجي ثاني وتعمل اوفر رايت، لانه يتعامل بالمكان الذي انت كنت ايش فيه. نختار كذا ومن هنا نختار ستراكشرال بار. لاحظ بيطلع لك هنا ايش؟ الكونتيتي.